وحول هذا التتويج نستمع إلى تصريح طارق السكيتوي مدرب فريق نهضة بركان. ما كانش عندنا هي خصم واحد الخصم ديال بيراميدز، ولكن كذلك حتى في المقابله ديال الحسنيه انك تعرف بان الفريق السنه اللي فاتت تقصى في اخر مقابله او ما توش في اخر مقابله، وهذه كانت بقات واحد المراره ديالها عند العديد من اللاعبين. بكل صراحه ما كانت سهل انها توصل دو فوا، لان باش مازال باش توصل القمه او توصل لفينال سي با ايفيدون، فيها واحد العمل كبير لجميع المكونات، مي باش تعاودها اون دوزيام فوا سي اونكور بلو ديفيسيل. لو ستريس كان كبير في المقابله الحسنيه كما ذكرت، في هذه المقابله كذلك، شيء اللي جعل انه الى لاحظتوا بزاف ديال لي ديشي تكنيك كانوا اليوم من الناحيه الدفاعيه من التنظيم كان مزيان. الدليل هو ان رغم استحواذ الفريق الخصم على الكره فما خلقوا بتاتا صفر اوكازيون. بالمقابله حنا جاونا دي زوكازيون كوساسوا في البدايه ديال المقابله، كذلك حتى في النهايه ديال المقابله فاش فريق الخصم ولا كيلعب الكل الكل لان ما بقى عنده ما يخسر، كان يمكننا نشدوهم بدي كونتر فين كان يمكننا نقتلوا المقابله، ما توفقناش. مي من غير هذا الشيء هذا كانت تشنج بان فايش بان في لو مومون فاش كناخذوا لو بالون كنا كنديروا بوكو ديشي تكنيك او الاختيارات كتكون خاطئه، مي كنا كنكومبونسيو بواحد التنظيم دفاعي اللي كان محكم افيك اون فيرميتور داكس اللي كانت مزيانه. كذلك حتى التغييرات كانوا في الوقت ديالهم وعطاو الاكل ديالهم، عطاونا انستابيليتي اوسي. الضغط لعب الدور ديالو وما كانش من السهل باش اننا نتجاوزوه، مي الحمد لله.